قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بذل أقصى جهد لوضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا. وفي كلمة بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر، أكد السيسي أن الشعب المصري حمل للزعيم الراحل وفاء لم ينقطع برحيله. تحتفل مصر اليوم بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي تجسدت في مسيرته آمال الشعب المصري نحو الاستقلال والكرامة، فعبر عن تلك الأمال بإخلاص وكبرياء، وبذل أقصى الجهد لوضع مصر في المكانة العالية التي تستحقها إقليميا ودوليا، فحمل له الشعب المصري وفاء لم ينقطع برحيله، واستمر اسمه من بعده رمزا وعنوانا لتطلع الشعب المصري لسيادته على مستقبله ومصيره.